نعم، بالنسبة لعلم التجويد هذا يحتاج إليه الطالب كثيرا، بل ينبغي أن يبدأ به قبل معرفته للتفسير. أنا أجد من بعض أهل العلم من يرى أن التجويد أصلا لا حاجة له، وإنما يقرأ القرآن وأن هناك تكلفا فيه، وأنه أصبح تزيدا على النص القرآني إلى غير ذلك. هذا يمكن أن يقبل عندما كان الناس لا يحتاجون إلى معرفة الفرق بين الاسم والفعل والحرف، وعندما لم يكونوا يحتاجون إلى معرفة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور. وما شأن هذا بالتجويد؟ هو الذي يعرف به الإنسان كيف يقرأ اللغة، لكن بعد أن أصبح كل شيء بالتلقي يحتاج الإنسان إلى معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها ومعرفة الوقف والابتداء. هذا أخطر شيء. أنت الآن ما تصلي خلف إمام إلا قلت هذا من الذين جعلوا القرآن كالذي حصل أمسي. إيه نعم، يقول لك هذا من الذين جعلوا القرآن عضين، لأنه يقف في غير موقف. وتسمع أشياء رهيبة جدا في هذا، يشيب له الولدان. أنا مرة أصلي وراء إمام يقرأ بسورة الأعلى، فيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا، ثم يبتدي ويقول خير وأبقى. عجيب. إيه نعم، هذا عجب من الذي نقلوه، قال وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. نعم كذلك هذه مشكلة كبيرة جدا. طيب، فالوقف والابتداء يحتاج إليه الطالب حاجة شديدة. بعد شيخنا، في التجويد اعتراض بعضهم أن هذا الذي يؤدى به القرآن اليوم عند القراء من أداء القلقلة على هذا الوجه وهذا الحرف على هذا الوجه، يرون أنه لم يثبت به شيء يبرد في الكف، وأن فيه تكلفا وتزيدا على مر السنين. هكذا كل العلوم، لو ذهبت إلى الفقه أيضا تجد فيه ما لا يبرد في الكف. لكن يقول تطلبون منا أداء القرآن على وجه لا نسلم لكم أنه الوجه الذي، ما في مشكلة، لأن هذا أصلا محل خلاف في طرق الأداء وحتى في تواترها. والسيوطي رحمة الله عليه يقول بالكوكب الساطع: أما القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل، باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، ويجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. طيب يا مولانا، الآن قراءة السبع متواترة، تواتر هذا متفق عليه، إلا هيئة الأداء فيها خلاف. طيب هنا الآن محل السؤال، هي تواترت بهذه الأسانيد المتصلة، عين هذه الأسانيد هي التي جاء بها هذا الأداء، فكيف صار الأصل متواترا وهيئة الأداء غير متواترة؟ هيئة الأداء وهم آتيان من مسلك واحد، لأن هيئة الأداء تختلف باختلاف البلدان. الصوت يحسن في بلد معين فيه نوع نمط معين، ولا يحسن عند غيره. لكن تشديد المشايخ الآن عندك المقامات الحجازية، هذه تحسن عند الحجاز. أنت تقصد هذا الأداء يعني الأصوات ولا هي مؤثرة على الأصوات؟ على كل حال، لكن أنا أقصد مثلا، أنا أقصد مثلا قدر القلقلة. أي نعم، والإخفاء والغنى، قدر الإخفاء وقدر الغنى، نعم، وقدر المد. هذه ليست متواترة؟ هذه فيها خلاف، هل هي متواترة أم لا. وقيل إلا هيئة الأداء عند القول بعدم التواتر، هل أسانيدها صحيحة؟ صحيحة. يعني هل شيء مما هي صحيحة؟ هي الخلاف لا يتعدى كونه خلاف التواتر، لكن أما الصحة فصحيحة. يعني الآن كل ما هو في كتب التوجيد المعروفة التي سنذكر بعض الآن، وكل ما يتلقاه القراء بالأسانيد اليوم ويقرؤون ويجيزون، كله يصح، كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط في التواتر، لأن بعضهم ينازع في صحته أصلا. لا، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عندما قرأ عليه سيقول السفهاء، وقال لا سيقول السفهاء من الناس، فدل على أيضاً لحون العرب التي أمر بقراءته بها. طيب، وإقراره لهشام بن حكيم بن حزام ولعمر بن الخطاب فيما في أدائه. نعم.